كان حنون وغير عمره ما زعلني ولا زعل أبوه ولا زعل أخوته، دايما كويس معانا الله يرحمه ويسامحه، وأنا محتسبيته عند ربنا شهيد. العمل في غزة محدش سأل فيها، كل الدنيا مسكرة في وجوههم، الواحد عمره 27 سنة و30 سنة مش قادر يحط شيكل في جيبته، مش قادر يعمل مستقبل ولا قادر يعمل حاجة، عشان هيك بشرته من غزة. كنت حسبت انه بدي اعيش اخوته وعيش يعني وكمل حياته مع اخوته، لكن انا مش قادر اكمل الحياة، انا لي 20 سنة وانا مريض معي القلب، بشحد لهم عشان ألقهم أعطيهم لقمة العيش، بشحد شهد في الشوارع عشان ألقهم لقمة العيش، لكن الحين مش قادر إلا الله، يعني موت وخرب ديار. بالي بلاس قناة فلسطين الرقمية.